السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أيها المسلمون عباد الله، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حديث كآت كأقيمها بدن أو كغوى رمي أفر الرمود أساسها قوشا الدنيا يتاخره صابنا واقفك إنو يشا أخلاق دي يدغن كوناك سنودن. وحيو رسولك عليه الصلاة والسلام أفر دقن أفر صفو هداد كد دا أشوات كصبرتو وآديالتو وحيا الدنيا كساقا قيمة مليح أديقا يا كفائدة غنيميستي وحي سببتو دا الدويات كو ويدانا وحمر كهربا ونا كو آماها ووحد باتون كو آمار هداد كو قاردي صفات كو ولكسان عكسي قو دي وحكا سور جيدا أفر تاسي فاقف كستو مسلما واجب بيكوين إنو كو سيفو بنا والاق الدونية سيقارنا وحي أخو سيان دادك مسلمين تيقن عصتدا كشقية في البيع والشراء. وحان الله ورنكرا أفر تاسف وحي دوويهين وحلال وحا فساد كتيرة في التجارة حقا قنعسيقا هذا النقطة بنت اللي سوشيقا قشكا هذا النقطة أمانو إنك اللي سو ديبو إلا خيامي أما الله ضيعو حاران لغا شقية أما مشتبهات لغو ديردو. وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام أفر صفها الضادية لتفلا عليك ما فاتك من الدنيا أي فلا يضرك ما فاتك بسببهن من الدنيا وحي سببتو دا أدكو إذا مكو ساقا الدنياه لبكو قماها بل إن الدنيا دا سكو ساقتو أي غنيمكو هي فائدة في الدنيا والآخرة. سفد كوباد وحفظ أمانة وإن ذا أمانة إلى لسه أمانة والله بالنوع أمانة في التكاليف الشرعية وأمانة في المعاملات بين الناس أما نقف كسارا وكسارا تكاليف الشرعية وحي الله سبحانه وتعالى أمري يوحى ربي وديدي وأمانة أدو علص وخلائق بني آدم ككاود بدنا كعذر دارتين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تكاليف الشرعية وحل واجبية وحل حار انتمائي إلهي سبحانه وتعالى وحكوش يا أمانه وبندقي سموينك دولالك يبورا حق بدن إلهي بي سبحانه وتعالى ويديستين عليس كيدينو كدايو إلهي نواكاغ بلاي بني آدم كايا دبر كوريتي أمانة داس وحانا كوكا اللي فيار انت نوع عاسية إنه كان ظلوما جهولا لبسي فو ليه هاي ومراك سنين سفة دكو دوا الظلمي قوا الشيقة ميشي سميلا نهاني لدقو وصيدة يا هاي تسيا نهاني الله مامولا سفة دلباد نوا الجهلقة يعني عليس كيدا يانو الدريمة هينو أنو قرانا هين واتباتك إلهي نصاره ودمي وأمانه حدينو إلال النوحي الدنيا إلال انتو دينو قصيقا خساره نقو ماهي فايدو إنويا وحي إلهي نقا حارا انتمهي ودنينو كتقنانا وأمانه إلهي نصاره حدينو كتقنانا خساره نقو ماها بل فايدة إنو تهي الدون إيا آخربا الدنيا دوا كيدي رسولك عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
labada wax kale iibsanaya mid waliba wuxuu door leeyahay iibka inuu ka noqdo intay wada joogaan فإن صدق وبين بورك لهما في بورك لهما في بيعهما هذه الرنى الشيغان مدو لبنى وعديه وحاو ستا إنت يعبت وليه إبكو دوا الله بركية وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما هذه بيع الشيغان عيبها هي إيمها على بهو دناي قريان إبكو دوا بركة أيالك قادة وكيرنا محمد عليه الصلاة والسلام الغشنا فليس منا وآخر النبي محمد عليه الصلاة والسلام دير أيوك إياه وقف كبير إيادا بوين سمايي وقف غشك إيا خيانة السمين إياه في المعاملات بين الناس أمانة اللباد وأمانة معاملات كالدحدودة إيا واحد ضدكو أي قوة الرقميان وحي قفك اللو دي بتلقوها من وحيلها نغضو مالا الدنياها نغضو سيرها نغضو كل هذا وأمانة واجب تاي إلا إلى عليه وحيضو نصاص وكلا أمانة وأمانة ذو قوينة دينت قفك عيدتك دينتك وأمين أيان وإنو دينت وقرر الشاقه وصيد حق الدليلك وتسيه الشاقه وحق خلاف صنة وإنانو وهدو دلين هو عدى يو الشيء سفاد الله بعد رسولك عليه الصلاة والسلام الشيء وصدق حديث وقفك وركي سينو كر الشيء رنت والله بالنوع الصدق مع الله رون إله الله الشيء إيمان كاد الشيء نيصه إذ ليه دهي وحنا هيقف مؤمنة إن تكر الشيء توي وقلبك مدبك وياهي ديك لو حد كم من قنصا منافقين تلاقي كتاب كيسك الشاغي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إيمانك ويبانك الشاغي وحد لدي مسلم بانه ومعنيه وياهي إلهي متكليين يبانه إلهي مدى الدعاء يبانه وحن بريكا الشركة يبدع هذا يحمان ودن أرنت نوع عصيات شيغان يسوي لي كارو نغطة ونغطة مسلم في جميع أمورك أرماها قدر مدي الله سبحانه وتعالى وقوه قانسا في عقيدتك في أقوالك وأفعالك إنه مسلم نغطة في المسجد إنه مسلم نغطة في السوق إنه مسلم نغطة في الوزارة إنه مسلم نغطة في المدرسة والمحكمة meel walba aad joogtaba islaamnimada aad sheegtay inaad ka dhab sheegto inaad noqon muslimun fi masjid ghayru muslimin fi kharijihi mid masajid ka muslim ku ah masajid ka marku ka baxana suu doono u dhaqma oo islaam ku aanu maamulin nooca labaad runtu waa sidqu fi hadithi nas dadka marka aad la hadlayso marka aad u waramayso diin iyo adduunyo waxaad kala hadlaysaa sida xaqiiqadu tahay waa inaad sheegto واتكفوا قاتل الكذب والإخبار بخلاف الواقع إن تكون رنت حقيقة السيد تهي سيدا خلاف صن لبدا الرمود خلاف كود حفظ الأمانة يصدق حديث ومن صفات المنافقين وإذا تمن خان منافق إيمان ما الله أمانة إلى لم تدك كلف مرك الله أمين أمانة وخيامية تكاليفتي إلهي وصاري ومركا ودتك لا تشوغ عباد وموجستا سيلهي سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مركا ودتك لا تشوغان ومسلمين تلا تشوغان ومسلمين مركا إنه ذا كقر صومان وقالوا سيدا سوك لوحي خياميان أمانات كدتك ودحيه مركي ورمان بين بي شيغان وإذا حدث كذب ساس النبي عليه الصلاة والسلام كسفيه وفك مسلم كامركا وحالا قدبون إنو رنت كد داله وحيابها قفك مسلم كا رنت كعاوين إنو حكمي ده إنو قرتفد لقيده يبين طوال شيغان نباتده الدنيا آخر بايلاده وحكرا رمها مهم كا كمي ده
inuu qofka muslimka ay dhaqan ka dhigto wararka inuu iska hubsado. Nabigu calayhi salaatu wasalaam, bal ilaahay wuxuu ina amray warka inaynu iska hubsanno. Oo idaa jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala. Waxaa rasuulkeennuna inoo sheegay qofku been kaloo u badheedhaba haddaanu sheegin inay been ugu filan tahay war aanu hubsan inuu faafiyo. Aad baanay maan dadka ugu badan tahay taas. Wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi, kafaa bilmari ithma kadiban an yuxadita bikulli maa samic. Qofka waxaa been ugu filan war kasta uu maqlaba inuu dadka u sheego uu ku warramo isagoon kala hubsan ma runbaa mise waa been. Shaki kuma jiro qofka aan warka hubsan inuu been sheegi doono, waayo wararka ku soo gaadhaya waxay isugu jiraan run iyo been bay isugu jiraan. Shaandhaa la rabaa marka hore inaad mariso oo beenta aad iska reebto, runtana aad la soo hadho. Ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa sifaadka qiimaha badan inuu inoo yeelo oo rabbi subxaana wa tacaala uu inoogu kaalmeeyo ku sifowgooda. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على ظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، صفات صدح هذا ورسولك حديثا كل شيء هو حسن خليقة، أخلاق وناك يرقى صوبا قفك ينكسف وبه، وحسن الخلق نوعان، حسن خلق مع الله وحسن خلق مع خلق الله. أخلاق ذا وناكسن نوع الله بالنوع، أخلاق وناكسن وعدون كو إلهي سبحانه وتعالى أولي مادة، أخلاق ذا وناكسن وعدون كو إلهي أولي مادة وإيمانك، وأخلاق حما كدرني متشرت الله أبو ري أرزاقه عدون كو إنو ككفريو كقالوه. أخلاق ذا وناكسن والتوحيدك وكلي أنت إلهي سبحانه وتعالى، وأخلاق نمضى وحمي إلهي ويسكن الزهور سبحانه وتعالى عما يشركون، والشرك قادون قال لها أبو ري سبحانه وتعالى سقي مخلوقات كوردن لا عدي عن إلا اللهين، الله وحدي لا وحنولي الله وحرزاقه سبحانه وتعالى. إنه مخلوق ضعيف إلهي وأبو ري ولما سايه أخلاق حمد وقد روي، أخلاق ذا وناكسني وطاع ذا أدونك إلهي إنه كامل قاته، وأخلاق حمد وإنه أقنعي قفك كواناتي يسيح إنه دولا رقنته وتلوين كيسي أمر ردي ساد خلافته رقن حمين يتايدد كوي قانين. بل كورهن قفك الله سبحانه وتعالى بني آدم كرامي يكرني الله السورة دي وفي عليد وابوري الله هدي هبين بارزاقية الله دول كيسا وكدل صعد السمدي سنوار سنية الله أكسجين تيسا وكنو لياهي البرقسية إنك يرتونانو كمار مكرين الله على صفاتك إيات المامها الغج علادو السببين أمر كيسا لقاتو لو قان سمو دمانتو وكامر كيسا خلافا يكور خلاق حمية دقن اللي تم يعني أنت نوع عسياهين. أخلاق ده وناك سنة خلقه قالوا قولا رغم ونوع لباده وخلقه وناكين كاهلان بذل الندى وح وناك سنة حقه قاينو كتقو حقه ده أتقو هذا الهديته هي قعاني فعل عمل هديته وكف هذا نبات تظلين أتكديسه وفي أدين تونا أنا تكون دباتين سيد ظلمي سلام لماذا يتاسي كم يتاهي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سلام لماذا المرضى ما يستر ما يصو إلا لقبت بادو ددكو أي كبت بادان يا خلائق دي إلهي ظلمي قاقا يقر در رضا هذا أخلاق دو ناكسني وطلاقة الوجه وددك إنا تكولا دقانتو وجه فرنان. والنبي عليه الصلاة والسلام مركو قف أي مادو وشي فرانا رضو عدينا أي كم وقتا يكسو دوين جري. وحر جرير بن عبد الله رضي الله عنه، ما دخلت على رسول الله منذ أسلمت إلا تبصما في وجهي. مركا الإسلامي لقب بلاو مركا ستور رسول كانوا قالوا
رسولك عليه الصلاة والسلام ويدول عدين كري أخلاق ده وناكسن منازل شيء يدر شوين كسراء تشند أيال قجارة والنبي محمد بي عليه الصلاة والسلام قفك ودو ويسا في الآخرة وحميزانك قفك الله صارنا ووحو علوس سيدي رسولك عليه الصلاة والسلام هذه دادك دقا وناكسن أي لهان لهايين وحا الدنيا ده مشاكل كتيرة ودامي ودامان لهايين وحا الصواب تاهي وسوء الخلق وأخلاق دي وناك سنيد أولا قدتكي سفة أفراد ورسولك حديثنا كشاكي وعفة في طعمة قفك بن آدم كي وحعون أيوه هم قريقا ومرين أيوه يعالوش وقلين أيوه إنو حلال ميرتو ومرك كوباد حاران تعد ويسكي لاليو إلهي با حاران يا حلال كلا عديي إن الحلال بين وإن الحرام بين مرلبات كانوا وحيابها وكشك يا حتى حلال نمدود الشكو كقلو إنو يسكد دايو ويا حلاش عدبا الشكيان وكتشرين با فربضا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ساقو أرنت النوع عاسية إن قلت لنا أيا أما إن قلت لنا أيا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحي كشك الجلية يتكشك دو ما الدم بيبا مس الدم بما محلال بما سوى حاران اسكب الدابل محاد صور صور تا النفط هذا وقلين إسا يما يلا الله بين إلو قبت باديو وحا بلا شك حلال نمدي سيئو إن وحوناك سيئا عدى إبا فربضاني كاو تكبر النبي عليه الصلاة والسلام سفادة ورع عدوان كوادو ياشو شاكي كوما تيرو إن دين تيسا داد نمدي سيئا شرف تيسو بايو بدباديسو رسولكم حلو بينهما أمور المشتبهات حلاش عاد يا حاران تعاد الرمو الشاكي قالا أياو دحيي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وحيابها الشبهات كاقفك اسكا إلى عليها دين تيسي شرف تيسي دك تيسي بو إلى شرط ما وقع في الشبهات وقع في الحرام شيء الشك قال له الشبهات أقفك كدر كواية خلاف كل يسكو خلافية وحيابها نوع عاصة حجة كدكتا يدو قلبك سبانو كدك جنين ويسوقي هاي مركز دنبانا حاران تعب أيو كدعا ورسول كدس عليه قفك سيرها بقرك يننك مدحوينه وسمايي او ممنوعي حولها إلا الداتيو حولي سوسو دويني كواق راعي مرها دو حولي سوسو دويني مركز دنبو ودادان دونان كدي بنا خسيرات دي وكحكومي بقر كاسي سيرها قليتان كيسا ياكو دعيدونت إلهي سبحانه وتعالى سيره سوى محارم تيس شيء قويري هاو دوانينا اكفو قادة ومصافة هيدين دا حيث السيدان وقعيرين ووحي الله سبحانه وتعالى وحاران تيمي وارين لقود بانقف كستوى مسلمين وكسفوه الورع في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمساكن وغير ذلك إنه حلال ميرشده كده ده هلا وحلا عني وحلا عبي وحلا قشنيه يوحى قادر لقد جانا يوحى جوري لقى يلانيه يا الدنيا ده لو الرسالة يوردن قف كالدنيا تعيلك وكغالب ياهي يا نوى بيا لهاي ماشى يكس وجل سيدنا يوم وقطع هذا يشير على أفر تاسفة ما يش أفر تاسفة وحيكفر عماري كس وما حان إيش إيمانك إن شاء الله كعبسك أي كيما الدال إن شاء الزهد في الدنيا إن شاء آخر أرقة قف كيوني يا قف آخر أرقة والدنيا ذا يقيم الدرد إذا يا عمري قيد السود وكو بيا هاي مروى البمانك كوهايا أفر تاسي الريموت وحاود دارنا الددك سيتيا والدنيا ذا ددكو إني أمانة الضيعان إنه بين شيغان إنه أخلاق دو كحماتو سيكالا ودقمان وعاملات كيغا دادا كالاو دحيا إنه حاران تاما وحيابا الشبهات كاعلوشو دقليان أما أي ودوين كاللغو تبع عضو مران اللغو كاسبادو أدوية تعايل كايا السببا مركا أدوية دا قيمة دا قفكا قرطا
sida uu xadiidku tilmaamayo sifaadka qiimaha badan ee addoonku sharaf ku helay adduunyada intuu joogo aakhirana miisaanka xasanaadka loo saarayo kuma bedesho qof adduunyada qiimaheeda dhabta aan garan ahayn ama sifaadkan wanaagsan qiimahoodu aanu u muuqan ayaa sifaadkan ka tago adduunya awgeed uga taga walihaada buu rasuulku arbacun idaa kunna fiika falaa calayka maa faataka min addunya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق ونعوذ بك من مساوئها اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم علم جاهل المسلمين واهد ضالهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلح أمتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا اللهم أصلحهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.